تلقت قوى الأمن الداخلي 12 مركبة من أجل إنجاز مهمتها في حفظ الأمن بشكل أفضل. تقدر هذه المساعدة بنحو 230 مليون فرنك سيفا، وهي ثمرة تعاون نشط بين الحكومة التشادية والاتحاد الأوروبي. هذا ما سرده منسق مشروع دعم تحسين قوى الأمن الداخلي في تشاد المعروف باسم باسيت، المراقب عام شرطة عبد الله جورج مويلتا، أن تسليم هذه المركبات له هدف واضح، وهو زيادة أداء قوى الأمن الداخلي وسرعة تحركهم في العمل. كما دعا الأمين العام لوزارة الآفاق الاقتصادية والشراكات الدولية محمد شعيب إبراهيم المستفيدين إلى الاستخدام الرشيد لهذه الوسائل الجديدة والمتطورة، وإذ رحب بتصميم الاتحاد الأوروبي على دعم تشاد في سياستها. أما الأمين العام لوزارة الأمن العام والهجرة المراقب عام شرطة بنجلا جيتجينغا، بحس قوى الأمن الداخلي على أن تكون أكثر ديناميكية لمواجهة تحديات الساعة. إذا في السيكوريتي الرئيس أنا دور أمر للشعب تشاد دونك في دبس أنتانا مساعدنا وتعير ده. توقيع محضر التسليم وإلغاء نظرة على هذه المركبات التي تم توفيرها لقوى الأمن الداخلي كان ختام هذا الحفل.